السلام عليكم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل بلاك تون على الفوتوشوب، ولو ديت اول مره تشوف اي فيديوهات ليا على اليوتيوب يبقى تعمل سبسكرايب. يلا بينا. دي الصوره الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها. خلينا نعمل سيلكت هنا وبعد كده كنترول جي عشان نعمل كوبي ثانيه، وبعد كده بعد ما نعمل سيلكت اللاير الثاني هندوس على فلتر ونخش على كاميرا رو او كنترول شيفت اي. مبدئيا هنا الاكسبوجر واضح ان هو كويس، ممكن بس نقلله سنه، ممكن يوصل ل 20. بعد كده هنعلي الكونتراست شويه حلوين. اوكي، الدرجات اللي انا هكتبها دلوقتي او الارقام اللي انا هكتبها مش لازم تبقى اكيوريت، يعني مش لازم تبقى بالظبط، يعني مش لازم تبقى 63 او 60 او 72 او حاجه زي كده، لان ده كله بيختلف من صوره للتانيه. تمام، بس بشكل عام لو احنا هنعمل نفس الدرجات ديت فهيدينا تون قريب قوي، وكل صوره هنعمل عليها تعديل بسيط. بعد كده هنخش على الهايلايت، هنعلي الهايلايت شويه، وبعد كده ممكن نزود برضو الشادو شويه، وهنيجي عند الوايت هنزله للاخر خالص. هنيجي عند البلاك هنعليه سنه بسيطه. اوكي كده كويس على 40. التكستشر مش لازم قوي بس ممكن نزوده سنه بسيطه. عندنا هنا كلاريتي برضو هنزودها شويه، ممكن لحد لا كده كتير قوي الصراحه، ممكن كده كويس. بعد كده الديهيز هنعليه شويتين ثلاثة بقى، ممكن الساتيوريشن بس نعليه شويه لان احنا هنلعب على الساتيوريشن بتاع كل درجه 40. وبعد كده هنخش في الكيرفز، عايزين نقللها سنه بسيطه. اوكي كده كويس. بعد كده هنخش في ال HSL ونمسك اول حاجة بالهيو، ممكن نقلل الاورنج نديله شوية حمران شوية، وبعد كده اليلو هنزله تحت خالص، وبعد كده الجرين ممكن مش هتفرق كتير لان هكيك هنزل الساتيوريشن بتاع الجرين والبلو، بس عندنا الاقوى ممكن نخليها عالية سنة بالدرجة دي. هنيجي على الساتوريشن، وديت اهم حاجه بقى، هي ديت اصلا اللي بتعمل التون كلها، وهننزل كل الدرجات، احنا مش عايزين الدرجات ديت كلها في الصوره، للاخر خالص ان هي تبقى دي ساتوريتد. ونيجي عند الاورنج والريد، ممكن عليهم شويه على حسب الدرجات اللي احنا هنشوفها هنا، وهو ده اللي هيبان في الحته اللي احنا كنا بنلعب عليها في الساتوريشن هنا، لان احنا كده طفينا كل الالوان تقريبا الا الدرجات اللي ما بين البرتقاني والاحمر. بعد كده ندخل على الليمنس، اعتقد ان احنا مش هنحتاج نعمل حاجه هنا في الصوره ديت غير ان احنا ممكن نقلل اورنج شويه على حسب كل صوره، لان هنا في درجات معينه مش هتبقى موجوده في كل الصور، بس لحد دلوقتي كويس. بعد كده هنخش هنشوف بقى درجات الهايلايتس والشادوز، نخليهم عند الدرجات ما بين الازرق سنه كده، نفس الكلام للهايلايت. وبعد كده هنعلي الساتوريشن سنه بسيطه، احنا عايزينه بس يدي تون للصورة ككل، مش هنمسك درجة معينة. نفس الكلام هنا. اوكي كده كويس. بعد كده هنخش في الجرين، ممكن نعليه سنة بسيطة، في ناس بتقلله لان ده بيدي شوية نويز على حسب الصورة. هندخل برضو هنا في الفينيات، في ناس ما بتحبش ان هي تعمل تأثير للايدجز او الجوانب بتاعت الصورة، واحيانا بتبقى شارب قوي، فانت ممكن تقلل الاماونت لو انت حابب ان انت تبين بس الحتت ديت بتبقى غامقه شويه او دارك شويه. وبعد كده بتعلي الفيدر على اساس ان ما تبقاش شارب او ما تبقاش باينه قوي ان احنا عاملين ايديت. وكده تقريبا هو البريسيت او اللوت نفسه خلص. البريسيت دوت نفس الدرجات اللي احنا عملناها ديت، ممكن تعملها على لايت روم، ممكن تعملها على لايت روم اللي انت بتستخدمه على التليفون، على اي حاجه بتقدر تستخدم فيها الكاميرا رو بالطريقه ديت. وبعد ما خلصنا البريسيت ممكن نعمله سيف، نيجي في الاخر هنا وهنيجي نعمل سيف سيتنجز وتسميه بالاسم اللي انت عايزه. ده كده الثابت عندنا اللي احنا نقدر نحطه على اي صوره. هنيجي بقى عشان الصوره ديت بالذات، علشان هنا في فراغ كتير فاحنا ممكن نلعب في الحته بتاعت الاسفلت ديت تحت. فهنيجي على الفلتر هنا وهنقلل مثلا الاكسبوجر شويه، ونعلي الكونتراست، نقلل الهايلايت سنه، نقلل الشادو كمان سنه. بعد كده نبدا نرسم زي ما احنا عايزين. طبعا نخلي بالنا من الدرجات عشان ما تبقاش باينه قوي كده تبقى شارب، فاحنا ممكن برضو نعلي شويه الاكسبوجر هنا عشان ما تبقاش واضحه بالطريقه ديت. ممكن لو احنا عايزين مثلا نزود الدرجه هنا على الالوان ديت
بس يعني ما لناش دعوه بالباك جراوند او هنزود هنا الالوان بس. ونيجي نعمل الدائريه ديت على كل خط. اعتقد كده الصوره تبقى خلصت. هنفتحها يبقى كده الصوره افتر وهنا بيفور. في حاجات تانية ممكن تعملها ان انت ممكن برضو تلون هنا تعمل ساتوريشن عالي هنا او ممكن تحط اصلا الوان هنا وتخليها اوت اوف فوكس بس ده ممكن نعمله في توتوريال تاني. لو هنيجي نجرب البريسيت على اي صوره تانية ندخل هنا انا سميته تمام بلاك. تمام الصوره كده الى حد كبير مظبوطه بس ممكن تيجي تظبط انت حاجات في الصوره على حسب كل صوره. ممكن ساتوريشن شويه الكلاريتي نقللها سنه لان الصوره دي كان معمول لها ايديت اوريدي. ممكن تيجي هنا برضو تلعب شويه تعلي الكونتراست سنه بسيطه علشان الارضيه بس مش اكتر. بس ادي البريسيت اتعمل. نيجي نشوف الصوره قبل وبعد كده افتر كده بيفور. طبعا في فرق كبير جدا. الفكره في البريسيت دوت ان احنا بنركز على لونين اللي هو الاحمر والبرتقاني والدرجات اللي ما بينهم. حتى الحاجات الازرق هتلاقيها مش ازرق قوي والحاجات التانية كلها دي ساتوريتد خالص. نجرب على صورة تانية. اوكي ماشي الصورة ديت معمولة كده عشان انستجرام. انا كنت عاملها بثلاث صور هوريكم الاصل بتاعها دلوقتي اللي هو كان كده على اساس ان الجزء ده بيظهر في اول صورة وبعد كده الجزء دوت التاني والجزء التاني بتاع الصورة التانية والصورة ديت بيظهروا في الصورة التانية وهكذا في نفس الصور. فده كلها كانت تعتبر صورة متقطعة. نرجع تاني للفوتوشوب ونعمل البريسيت بتاعنا ونشوف الدرجات هتمشي عليه ولا لا. اوكي وادي كده الصورة بعد وادي قبل. طبعا في فرق كبير ما بين قبل وبعد والدرجات ديت في ناس كتير بتحبها والحاجات الاندور اكتر بتبقى احسن بكتير جدا من الاوتدور في الصور ديت والحاجات اللي انت بتصورها بالليل وليها علاقة بالاضاءة والالوان الكتير. ناخد صورة كمان معانا. اوكي هندخل هنا تاني ونحط نفس البريسيت بتاعنا. اوكي هنا الصورة محتاجة ان هي تتعدل شوية لان الكلاريتي فيه عالية قوي. احنا ممكن نقللها سنة بسيطة. اوكي والتكسير برضو نفس الكلام. اعتقد كده كويس. ممكن نعلي الشادو سنة. بس. وادي كده بعد. كده قبل. ممكن برضو نيجي على صورة زي دي. هي الصورة معمول لها ايديت قبل كده وكلاريتي فيها كويسة فاحنا مش هنحتاج ان احنا نعلي الكلاريتي في الايديت اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي. بصوا الكلاريتي هنا بقى عالي قوي فاحنا هنيجي تحت نوطي الكلاريتي شوية ونقلل اصلا الاضاءة شوية ونقلل الهايلايت. دلوقتي كده احسن كتير. وممكن تقلل اصلا الساتوريشن بشكل عام لو انت حاسس ان الالوان بتاعت الايد فاقعة شوية ممكن تقلل الساتوريشن. ممكن تعلي الهايلايت او الشادوز علشان الصورة غامقة شوية. وادي كده الصورة بعد وكده قبل. اختلاف الالوان طبعا كبير جدا. وبكده الفيديو بتاع النهاردة يبقى خلص. لو عندكم اي اسئلة سيبوها لي تحت في الكومنتات وما تنسوش تدخلوا تاخدوا لفة عندي على انستجرام واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.